يعطيك الخير وربي ينزل البركه. عايشه بنتي راه قاد هكا. ما قلتش هذو مش بيهم يتبعوا فيا، شكونهم هذوما؟ عادي ما خفتش بيا، احنا شكون؟ طبعا انتي من الدرس، انتي عرفتنا؟ والله هذي عرفتك اكثر مني. اش قالت لك بنتك؟ كذبة التمر. شكوني انا الساعة؟ شكوني انا؟ انا شكوني؟ خليها مريم يصغروني يزيني من تاتا الصغار، انا يبداو يراوني في الثنيه يا مريومه يا مريومه. نجي نشرح ببناتي من المدرسه مريومه مريومه مريومه. وانت شو اسمك؟ أهسيل. يا عمو زينك يا أهسيل وعينك. به شنية ظروفك؟ المعلم قالنا راهم أيتام وظروفهم على الأخر. حالي أدخل ساعة شقدي في الدار وبعدها نحكي لك. ليش ما اسمك أنت؟ فوزي. تابعوك يا فوزي. إذن شنو؟ تتيا بين طايف يا هيش. إيش اسمه ليه؟ تتيا مسكرت على الحوشة. على الحوشة وعلى القطرة. صدقيني القطرة وطالي غاز معبي لها. ما عندكش دار؟ لا مش مصبوبة. مش مصبوبة. مش مصبوبة الدار كل. مش هدول دار مغادي. ومش نحكي لكم ما عندي ولاد راجلي. ولاد راجلي؟ ولاد راجلي. طفلة اللي صغيرة معارس متهدى فيها نهاري في تونس. هعسلي العباد الكل حتى يجيري. قلت لي نجي وكذا وكذا من في داري هذا. انا حتى لكن جرت عندي بوق هذه من قاعدة فيها كيكة راني فهمتيني، فيها الشركة ويت عنده ثلاث بنيات وزوزو لي هذا كلهم يسكنوا ولا بس عليها. أما هما حتى في العيشة هذي باخذيني فيها فهمتيني. العيشة هذي باخذيني فيها؟ هاي العيشة هذي واسهل خلق ربي اللي تشوفه لي. مشي نكذب راه ثماني صاي. ما عنديش كان شهرية الراجل. قدر؟ ما 200 يخص فهمتي؟ 200 يخص. آه. وانت عندك زوز بنات؟ عندي زوز بنات، اخر ما عندي حتى مدخل. كان واحد عاوني الرب عاوني ما عاونيش، ما عندي حتى شيء. مشيت شكيت عك ال 200 نتاع العواجز هذوكم، ما خرجش لي المرش نشيف شفت حالتي كيفين يصوروني ما عطوني حتى شيء فهمتيني؟ ما عندي حتى كان وجهها هكا تشوفوا. وقداش عمرهم بنتك؟ عندك هذه عندك اسي قداش؟ هذه تدخل عام الجاسي في السنه الاولى والاخرى 4 سنين. صغيره ولا صغيره؟ وراجل قداش عنده؟ ميت عنده 3 سنين. قداش عمرها مخليهم؟ الصغير خلى عمرها عام 8 شهور. والكبيره؟ والكبيره 3 سنين خليها بشرط بعضهم هم. هذه كوجين نسهر فيها حتى تلفزي ما عنديش فهمتيني. صدقيني في رمضان تلفزتي هاني مكسر كسرت هذه الطفل الصغير قسما بالله بنهم في فمي. إيه كيفاش تسهروا؟ كيفاش تقعدوا؟ شنو تعملوا؟ ترقدوا هنا؟ لا نقعد فيها عندي البيت هذيك نرقد فيها. نهزهم ونمشي نرقد. مش بارده كي تخرج منا الغادي؟ احنا توا صدقني نتسانسنا في البرد نرعشوا. احنا ممكن نتسانس. انتوا مريتوا تشوفوا وجوههم شايحين المول النسمه شايحه. هاك شفتي المدرسه فين؟ مدرسه بعيده. مدرسه نوريكم المدرسه. هيك هيك المدرسه. احنا لقيناها قدام المدرسه غاديك مشينا سهلنا المعلم قال هذه يتيمة الأب وأكثر عائلة تستحق على الأخر. إحنا سهبت معطني ما غادي. كان عندك وليدة صغيرة؟ أي كان عندي وليدة ميتة. قد عمره ميت؟ ميت عمره عام. هو عملت له عملية حشكمت عنده قلب من قوب. قتلت حتى العملية أكبر من البنين. وقتنا نفس بيت لخرج إحنا شبطني ما غادي. الضرب اه صدقيني دابشي هاو باش بنيت عجل القطر ونحطها. شفتي هاك شنو هذه المطلوب؟ هذاك قبال كانوا يقدوا نحن نقدوا الشبيك كتا وانت ما تقدوا هذيك. شنو الشبيك؟ شب معنى نحن ممكن نقدوا الشبيك معنى مو تخفي هم يقدوا هذيك. هذاك مرة عندي بنتي هذيك كانتيها راقدة أسيلة راقدة مرقدة تموت في الصيف نلقى نحن اشمت كارك وشاف طلع مثلا اسهل هاي تو تتعقل حريتي هذه ايش؟ ايش؟ والله هذه لا فيه هذه ما فيه ما فيهش هذا شو ترقدوا في الظليل؟ لا لا نرقد في البيت الاخر عندي هم تكتب بيت الاخرى هذيك احسن شوي ما في السيف نتلاموا فيها عجل حنوش عجل اللي هم شيء كمشي هذيك الدار ما يتكتش فيه وانت لا دجاجه لا ناجه لا علوش كي جماعه كل كان جي ما عندي كي ما عنديش خير كي ما عنديش وطاه
كان جيت عند المطار قلت لي جيت عند المطار ما قلت لي ما حد شاف انت قلت لك الطفله تتهدد فيها النار ومهدين باش تخرجوا منها خاطر تاع ورثه ها ها تاع بلدي وجاب رب شو هي تاع ابوهم هذي ها تاع بابا مو بك صحيح خل حق ورثه ريت تحكي لك هذيا قال فيا هذيا عندها فيلا في تونس وعندها زوز كراهبي الكهرباء راجل الكهرباء عاد كان هدتني واحد ما عندهاش ولا قال لي واحد ما عندوش راني نعرف يعني هي في تونس وعندها كهرباء متزوج على هذي شنو تعمل بها هذي يا مدام لا لا حارم ربي وارث ولا ما نعرفش انا ربي لا حارم وارث باش تعمل بها يا زلمات ربي يا ربي يا ربي يا ربي حنوا على بعضكم راهم اخواتك هذوما زاد تيما غير سقف في الشيء تقول لي يا ماما تقول لي يا ماما ما تجاه ربي ما تقولش لهم حد شيء كل يوم غدوه يخرجوك من هذي ما جاش نسميها دار سامحني لا سقف لا باب نقبه شباك الحمد لله هو عندك فريجيدير مثخمه هذا شريته هذا صدقيني شريته بالكمبير نروح نخلص كيفاش تخلصي باش تاخذ 200 دينار صدقيني كل مره واحد يحن علي درتي حن عليا للي ما كان ما عنديش فريجيتي فاش هاني قلت لك الدار البنات ما عندهمش دار صحاب وصل في الكوجي ما صاروا ثلاث تبقى تحكي لهم انت نحكي لهم شو تحكي لهم احكي لهم تحت على بابا كيفاش مثلا شو تقول لا لا نقول لها مثال بابا اكرا قبل البنات وشهرين مش عشان ما يحبش محبين يحبين ويخوذني انا نفسي فيها كيك مش ما حكايه فيها طب رص طب رص حكايه ما على فيها حد شيء طب انت يا بيهم ربي يا البنات هاش نعمل يبقى توحشي بابا طب انت لان الاخرين يحبوا ياخذوا هالطرف يحبوا ياخذوها وانت تحكي لهم في الليل في السهرية والله ما نحكي تقول لهم باباكم البنات ما حبوش يعطوني باباهم ميت الله يرحمه طال ما هي بتحبنيش انا نحكي مع اخواتها كلمة خير فهمتيني لا ما نحكيش معاهم والله لا نحكي صدقيني هذه سمعت الكتاب قصيت على التاريخ وهذا شنو اللي خليني نخمم في مخي راني خمم يس وريت نخمم ولا عندي فقرة دم ولا عندي فقرة دم من المشاكل اللي يصير في مخي فقر دم مجيش من مشاكل مجيش من سوء التغذية اي انا بحطك طيب البارح شقف شوي حليل شوي برياك وشوي هكا عندي طريف هما يكلوش اللحم طايب في الحاجه الجيري عندي شوي شويتهم يعطيك الصحه تعرف شنو عجبني شفتوها هي ايش لابسه ما يصيرش نصورك يقلقك شفتوها هي ايش لابسه والله ماهيش اهانه ما باش نوريكم قديش الام تنحي من لحنها وتلبس صغارها كي شفنا طفله المعلم قلنا له طفله لابسه مليح ما شاء الله عليها قال لي لابسه مليح شوف لما هيك جايش لابسه راهي تنحي من لحمها شوف شوف بناتها كيفاش منظمي كيفاش نظيفات كيفاش شم لبستها ما شاء الله عليهم هو صغار يحس وحط على باباهم لا ما نسيتش عندي الكبيره تحس بها ان شاء الله تقول لك على بابا تقول لي ماما تقول لي حنا شويه ناس بابا تميتا وانا بابا ميت تقول لي انا بنات البعيا شنيا بنات البعيا سامي عملي بالطفل بابا تم موجود قول لي الناس كلها تموت طيب كلها ابوك مش يموت وراه كبيرة تحس برشا من بعد يقول لك يا ماما حتى انا ما ناخذش نحط حنا ناخذ بعد الصغير باش ما يموتش يقول حنا يموت الصغير يموت الكبير الناس كلها تموت عبارة هي تحاسب فيك شو تليت راجل كبير وولدتني هو مات صحيتي نبدا نحكي لها كاين نقول لها شوفي مثلا انتي انا نديتك بابا ناس الكل عبد الساعة سيارة ما رفيت موضع الكاس جايبك الشعار يا بابا الحنين بابا قلت لها شو الحكاية تحكي فيها قلت لها ماما وش تقولي اسي تلفت لقيت معها اقسم بالله لقيت معها قلت لي يا ماما نبكي انا بابا الحنين وليت نبكي بابا ريتي مشكلتي حتى في المسكن المسكن اكثر من الحاجات الكل خاطر سكنتي مشي هاي ما عندك شكوبه ما تتسكرش ما عندي حتى شيء ساكن في باديك ساكن في باديك الخيط الخيط خيطتك يتقص صاي يعني قولي شنو طولي على الشباك تهاوت تخرجي برا وشوفي شباكي من برا كيفاش باش مسكره تنبيت فيها واحدة تعيط لي ها مريم هي شكون صباح الخير صباح الخير شنو قلت انت مريم وشكون قالك اللي مريم هنا؟ راني سمعت بيك عسلامة الله يسلمك شنو حوالك؟ لا يوريك ثوبك شنتي انا فيني لاباس يعني لاباس محليك محلاوينات وتعبت روحك وخرجت لي من الدار وجيت لهنا انت شكونك انت؟ انت شكون؟ نايا فطوم يا خالتي فطوم ربي يعطيك الصحة ان شاء الله ونزل بركته ان شاء الله وانت شتقرب الفوزية؟ بنت عمي وبنت عمك تعبه ولا لبس عليه؟ يعني تعب شوي
كتابة وعاونوها شوي راجل موعنا هنت احنا انا جينا باش نعاونوه انتم ما تنساويش انتم اقرب منا انتم اقرب منا واش انا كيفنا كيف انتم زيد يا ربي انا حتى الشاي ميت الله يرحمه يرحمه تعيش وترحمي قاعده وحدي وصغيراتك شو عاملين معاك صغيراتي ما عندي صغار عندي زوج ذرية خذوا نسوين وراحوا علي ما عادش يطلوا اي هاي يا ربي نزل بركته ان شاء الله وطليت علينا محلاها طلة وحنا حنكملوا مع فوزية حليك عايشك تواليتك مريتش تخرج لبرا باش يهزوا التواليت ما توريهمش يا عاد ما يحبوش فما واحد يكتب لنا ما عادش توريه المراحيض في التلفزيون خاطرها غراف لي تاع نتاعها سي نقولوا حاجات بشريه هي اما لي تاع نتاعهم تلمو ما همش لا انسانيه فاحنا نوريهم احنا ما نقدوش الديابل الامور العائليه ما ندخلوش فيها ان شاء الله هاو يتفرجوا الظروف على قدها اولاد المرحوم الكبار كان تجموا نعرفش تشوفوا مش تخرجوهم ومش تحطوهم يا ربي زوز صغيرات 5 سنين وثلاثة سنين ما تسقف ما عندهمش عندهم بيت بركة مسقفة وهذيك فيها شوية هكا ضوء البقية كل الحالة وبيبان وحنوشات فيش مشيو يعني بربي ويش مشيو شوية رحمة شوية رحمة نعرف ورث نتاع الناس الكل اما مش عندكم ما تورثوا فيه إذا كان بدياركم ولبس عليكم خواتكم هذوكم البنات خواتكم هذوما خواتكم دم واحد انساو الام انساوها فوزيه انساوها حتى كان سنه طويل فوزيه انساوها فوزيه قلت لهم ما تنساش تحسبونيش نجم تحسبوا هذا صغير احنا باش نسمح لنا احنا وجماعه مكثر احلاهم يبارك لهم رغم اللي احنا كربتنا معبيه ما نجمناش نعبيو برشا اليوم خاطر ديجا عندنا برشا قضيه فما نجمناش ناخذوا راحتنا في السوق برشا خاطر ما عندناش وين نحطوا باش نحطوا القضيه من سوق مكثر يبارك لهم يبارك لهم يبارك لهم ونواصل معك باهي ضبطنا قضيتنا الكل يعطيكم الصحة حمزة وعادل وصالح قضيتكم كاملة هنا الدجاج برشا قضية اللي عطى القضية هذية اللي عطى اللوز اللي عطى الزيتونة اللي عطى الحلقوم والحلوى للصغيرات هذه دجاجة أخرى يبارك لكم هذا الحلقوم برشا لحم برشا لحم أهو عليكم أمين الله كل شيء كيما عطيتوه يوصل كيلوات كيلوات وصلنا بالو الحم مرقاز هذا كل مع جماعة مكثر يبارك لهم يبارك لهم بيه زوزة قفيفة هذوما جاو البارح في الليل قانت حنا بعض خليهم سيد في الباب عطاهم زميلنا هادي يبارك له كيما هما وصلوا بالإضافة إلى الحاجة يظلي من فرنسا اللي جابت ستيكات ماء كل حلقة نجيبوا في 3 ستيكات ماء مع الحاجة يبارك لها اي نقول لكم حاجه ما نجمش نصوروا ضربنا نص ساعه انا وعادل وحمزه عايش بنتي ابعد عايش بنتي ريد عايش بنتي تخبى وراء امك عايش بنتي تخبى وراء امك به اش قالك في قضيتنا من مكة الله يرحم والديك بيه يعطيك الصحه عايش ربي شلون يديلكم يرحم والديكم يرحم والدي اللي عطاهم بعث مالك واهلك هذوما اللي جابوا هذا منكم فيكم وبلاتو العظم زيد يا عادل اللي رجعتوا له وجبتوه من عند السيد يعطيه الف صحه السوله بيه قضيه ولا عجبتك؟ شنو أكثر حاجة حبيتها في القضية؟ الدقلة صح البنت يا هي الدقلة صح البنت الحمد لله وصلنا لك زعما كعاه ولا نزيد؟ الحمد لله والله الحمد لله صدقني نابل في الناس الحاجات هذه متوثقة بربي كيفاش عليك الحمد لله باهي مشا كهو هذيا برشا فلوس تعطات لنا في مكثر ما حسبناهمش عليك انت بحسبتهم عليك امان الله بالدور والفرنك بالخمسين هذوما فلوس من مكتب هذيا 50 دينار ما عند ام جوليا ام جوليا يبارك لك في صحتك زميلتنا ام جوليا يعطيك الف صحه 50 دينار من عند ام جوليا هذيا 10000 واحده تخدم في غيستو في مقابله كليميك خاص بدات هي اصفر ليف وهذه 10000 البارح تعدينا حمزه البن عروس لقينا طفله قالت تقولوا يا ربي دبر خدمه يا ربي بن عروس دبر خدمه هذه 10000 البارح باهين ولا صح عايش فما سيد لا سيده هي ام محمد الصالح من حي الضامن 1500 دينار مليون
وخمسمائة إلى عائلة عندها أيتام. هذه عندها أيتام، هذه البو ميت والقلوب مريضة ويتعاركوا على دار مش مصبوبة يحبوا يخرجوها منها. هذه دار أيتام عمرهم 5 و3 سنين. الأم تقاسي عندها كان 180 دينار متاع الراجل روتريتو، هذوما 1500 دينار. يبارك لها، هاو 1.5 مليون بتاعك موجود. رضا من النمسا 400 دينار تبرع بها المبلغ في برنامج القفة يرحم على والديه سالمة وخليفة الدندان. رضا من النمسا في كل حلقة تقريبا على مدة 15 حلقة باش نعطيو 400 دينار مع رضا. 400 دينار حاج من لاك دو 200 دينار كل حلقة. يبارك لك يا حاج ويعطيك ألف صحة. هذوما فريسيتك وديك انت ودامهم وديكم وانتم كل الله يقديك. الله ينوركم. نشكركم برشا برشا. حاب نشكر حمزيوس يبارك لك عادل بوستة يا عدولة جايزاني فيغ فيغ. كل عام وعدولة حي بالخير. يعطيك ألف صحة يا عادل ويا ربي يعطيك ما تتمنى. نشكر كذلك صالح اللمسي في المونتاج، كريمة الضوادي، كريمة الرياحي، عاطف العرفاوي ديجيتال، أمير دبة. ما بقى لي كان نقول لكم مشيو شوفوا جيرانكم حتى في وسط العاصمه، حتى في المدن اكيد فما شكون طايحه بيه اللي خدم مش ماشي كذا. نذوقوا بعضنا بارا يا سيدي، يقول لهم خلينا نذوقك ونوكلوا بعضنا، والله لا يحرم حد في الشهر الفضيل. ما بقى لي كان نقول لكم غدوه استنوا حلقه جديده مع هلوله. شهيه طيبه.